بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة فينيسيا. طبعا الجندول مثل ما ذكرنا مرات عديدة الرتبة ب80 يورو، ما بيهمه، المهم 4 أو 5 أشخاص صحد المسموح بالصعود. أحييكم متابعين قناة جاسم قطي يشرح حال في أوروبا من مدينة فينيسيا، مدينة الحب والجمال والعشق. Ça c'est des capillaires de l'amour. Et bien parce que les gens qui mettent ça, ils mettent ça pour sceller leur amour. Leur amour. C'est vraiment mythique. C'est vraiment la ville des amours. Ça, nous l'a pas mis dans le compte. Je suis certaine que vous l'auriez aimé. Ah oui. C'est pas ça. هاي مثل ما ذكرت 5 أشخاص أو 4 أشخاص. بس من ساعة ما كان في أي جندول بسبب الأمطار الغزيرة. كل جندول هون بيمثل عائلة، كل عائلة لها شعار. من عائلات فينيسيا، كون المدينة قائمة من مئات السنين، أغلب سكانها المحليين من سكان قاطنين إيه المدينة. أخيرا وصلنا إلى جسر مشهور في فينيسيا، روالدو.
أنا بدي أودعكم أصدقائي متابعين قناة جاسم قيش من مدينة فينيسيا، مدينة الحب والجمال. أنا بدي أودعكم، السلام عليكم.